خير شو رايك يلا عدي نحن ما بنقدر لعندك مهما علنا التحدي ما في غير نبحر معك من صبرنا نشيل وندي بس قريت نسمت رياحك ليش عاطي الحق تودي خد برد الليالي الحرق والبراق برق من نجاب القرق شوف عيني الصغير بجناح وكفة الفرة تلقاهم خدود الليلة مرقت برق تعرف ليه من شهيد الرقاد والفرق فلاخ المصبه وبتبين تتورق بحيا بمحل من الصعيد من جرش احضل الكريم ما تلقى فيه مضر عشان حبابك الحسين وين ابكف ابكف مرق على جبل غادي اركب سوق هذول اركب راح اركب فيش نازل دكين 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 مرحلين من شندي باكر وجايب ودلي راجلك زمان يا دكين ويومك الليله تمة راح هذول راح راح Thank you.
دكين دكين مرحلينه باكر من سجن شندي وجايبه دليك. دكين وقعت وما سميتها دكين. الحمد لله الله يجيناك حضرة البجاوي. الحمد لله يا حبابكم. كنوا ماشيين عليك في البيت خير ان شاء الله؟ لا خير خير. هي بدورك بس في كلمة صغيرة. ايه تفضل. في الحقيقة طبعا انت عارف ظروف اخونا حاجات. ايه ظروف السماية وكذي. ايه فقلنا يعني دايرين انك تمشي للمامور تكلموا في شان يحول المامور يمشي بدالي. هي لكن المامور ده في البيت والعصر ده بيبقى نايم وما بيرضى زول يتوره من النوم الا يعني في عمل الرسمي. اي ده عمل رسمي. وبعدين احنا ذاتنا قلنا الكلام ده قلنا في المدينه دي كلها مين اللي بيقدر يخش للمامور يكلم غير مين اللي بيجاوش حميده هو اللي بيخش للمامور ويتكلم معاه ووري الحاصل. اي احنا ما فكرنا في الكلام ده كله وما لقينا دول غيرك بيحل لنا المشاكل فقلنا انت تمشي للمامور وتكلمه. والله في شان حكايه حجاب دي اقابله ان بقى نايم بقابله في بطن بيتي بقابله ان بقى راكب له فوق حصان انزله وانضم معه الا خلاص ارجاني انت مع حجابي كان بقى رفض ولا قال لا ولا كذي تبقى جاهز عشان تقوم بالمامورية. اي جاهز تب الا بقابله. كتر خيرك تكون فرجتك البطيئة بالشاويش حميدة. اي بمشيله من درب ده بمشيله زي ما تجي تجي. كيف حالك الرضية؟ حباب سعاد حمد الله على السلام. الله يسلمك. دكين ازيه؟ طيب الله يسلمك. إلا سمعنا قالوا مودينه على ابو دليك نعال ما في عوية. لا لا مشكلتا صغيرة كده وبتنحل الحمد لله. البقى الصغيرة إلا خوفنا تكون كبيرة وبتلتلكن. انت بتشمت فينا سعاد؟ انا؟ نعم ده كلام شنو ده؟ ودع عمي؟ ودع عمو بدور اطمن عليه دي فيها شمت كمان. ودع عمك؟ الحمد لله البقى ودع عمك الليلة. كان وين كلامك ده من زمان؟ كان وين وكد وكد جرحت قلبه وكسرت خاطره؟ كان وين كلامك ده وكد شمت عليه واليسوى والما يسوى ده ابو الليلة بقى ودع عمك؟ كل شيء قسمه ونصيب. ما قلنا له إلا كنا دارينكم تطيبوا خاطره وتجبره. انت الرضية اما انت في ذمتك في عرس بيجبروه بالخاطر؟ قلنا لك عرسيه انت مخيره تختاري تختاري وتابي تابيه الا كنا دايرين الكلمه الطيبه بخور الباطن. الكلمه الطيبه قلناها الا اخوكي الا اخوك ركب راسه. انا سيبت المرقه بسبب دكين وهو فيل فيها ما متنازل نسكت له. الله يلخطيت ويت وابوكي رقدت ومن يوم ما بقى ولا بشوف ولا بسمع زي البيت التهمينا نحن جبرناه ومشيناه فوق درب المشى فوق. ان اتهمتكم ولا ما اتهمتكم شن ما شيبقى الرضية الغلط ما في داعي ليه وما تسوون سبب. دكين من يوم ودي طريقته ونحن بيناه في شان فعايله. دكين ما كان كدي الا الله يجازل كان السبب. انا ما كنت قايلك حتى فوقنا قدر ده كنت قايلك مغدرة مثل ابوك الضو إلا ما ياكي أخته لازم تحاميله. والله الخيل شربت بيض أنا بقى مثل دكين ده بيابوه إلا نقول شنو الفات مات. الفات ما بيموت أرضي أختي ما بيموت. إلا شن أقول لك شن أقول لك أرضية غلطان أنا جيتك غلطان أنا جيتك أرضية وما عندي قول أن تاني أقول ليكي والشاي له قربة مقدودة بتكب على قفاهو. سلام. بك شاويش انت ما بفهم انه مزولية ده بتاع انت. انا مهم بالنسبة لي انه مامورية تنفس يمشي انت يمشي هاجابي يمشي همد مهم بالنسبة لي مامورية تنفس. يلا فضل امشي.
اها مشيت لي بيت المامور وقلت لهم داير اقابل المامور، قالوا لي لا، قال ما بقابل زول. قلت لهم قولوا له البجاويش حميده فت جاني مارك في الشارع. ايوه جناب البجاويش ان شاء الله خير بالانجليزي. اها قمت قلت له انا قررتها، يقوم حاجابي بدل حمد في الماموريه اللي تبود ليك. قال لي نو. قلت له شرب. اها قال لا بجاويش حميده العساكر عساكرك وجاويشيه جاويشيتك والمساجين مساجينك والماموريه ماموريتك والسفريه سفريتك وابود ليك ابود ليك. بس قلت له خلاص حاجابي هو اللي بيقوم فوق السفريه. قال لي انت كم ما جيتني وبراك فوق المكتب هناك نزلتها فوق الاحوال وصفرت حجابي ما كنت بزعلك. بس شويه انجليزي كذي شويه كلام شكرته يعني وجيتكم خلاص يا حجابي مبروك بالسافر انت. يعني المعنى حجابي حيقوم الماموريه لابد لي. ايوه مبروك 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 الحجابي. الله يبارك فيك يا حمد. Thank you.
لراسك جابر خشيم. سماح اخوان سماح سماح سماح، انت سامحت منو؟ طالق لسانك بين الفرقان، ما في زول سلم منك اخوانا. سماح خلاص كملت خمجك كله، قبلت علينا دكين. السماح اخوان السماح، افكر احنا لميناك سويناك زول قبل ده كنت إذينا مجدوح ساكت. أي أي دلت لسانها بكف، حاشاها من العين، 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 حاشاها من العين. نحن عارفين ساقين. لا يا أخوانا لا 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 يا أخوانا لا 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 قلت الكلب. لا هذا الزمن الطويل تاني ترجع من الأول، لكن مش يمكن يكون نص الموضوع ده. لا ده موضوع كبير، ما ظنيته يتنسي بسهولة. كيف كويس أريد الصباح ما يطلع وليلك يطول ما ليه واحد. حسبتها كويس يا دكين، حسبتها كويس، لكن الظروف لها تصاريف.
مالك هذا كريم يتنفس من ضلوعك؟ ما فيش. شايل هم للمشوار علينا ده مو كدي؟ قريت المسألة بقت على المشوار. دحين هذا كين انت شفت ابو دلق قبل ده؟ ايه شفتها. انا مولود هناك، اهلي من هناك. يا سلام على بودليك، يا سلام طريت ناسه وطريت خدرته، يا سلام على بودليك. والله هذا كين طريت جهلي زي التكنو الليلة. إلا أنت مالك هذا كين مالك؟ ذكين عليك الله يا ذكين. حاسة مشيتنا دي مش خير لنا من قعدتنا دي؟ انت ماك عارف شي. شي؟ شي زي شنو؟ انا كان دخلت ابو دليب ما بد مرة قعدتي. ليه ذكين؟ سرقته؟ لا. قتلته؟ لا. عارض؟ ما لك سكتت هذا كين؟ علي درهم بات. كيف يعني؟ كنا نحن جماعة قبل كم سنة مرقنا لنا فوق غارة ونحن راجعين سايقين السعية كبستنا الحكومة. النار عوت. الجماعة المعاي قالوا لي اتفز بالسعية ونحن بنعيق الحكومة بنحميك. مشيت انا. مشيت بعت السعية لميت القروش وجي شال القروش افتش لهم. سمعت بعد ذاك هم فتشوا لي بدور يقتلوني قال اني خنتهم. خلاص لما تلقاهم احكي لهم بالحاصل. انت ما عارف الكف. كان مهني حيقتلني. لا تخاف لان معايا الحكومه. حكومه اعدام معناته الوطن اصبحت. صفا انتبه. صفا انتبه. امباشي حاجابي قدم قدم. تمشي المخزن تستلم العليقة بتاعت الجمل عشان توصل المساجين لأبو دليك. مفهوم؟ حاضر. كم أكل؟
شارع. ايه انت تمشي على ام ذروه، خلي وشك على ام ذروه ووجه ظهرك على الوادي. وانت يا شاري ايه تمشي على اللي حامله، وشك على اللي حامله وظهرك على الوادي. والحسين ما هو معاي؟ لا لا، انا والحسين بنربط في الخور. يعني انا مهمتي اجي اديكم خبرنا من اشوفهم. الله يفتح عليك. المعنى يعني نحن اللي بنضرب؟ لا 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 شارف، نحن دارين دكين براه، ما في ضرب، نحن ما دارين حلبة مع الحكومة. أنا كان بمراضي أغطس حجر وبيها جانتو. لا لا، نحن دارين دكين براه. الله يا أخوانا، أنا شايف الحسين ده ساكت له فوق راي. الحسين؟ الحسين مالك؟ لا يا أخوانا، أنا خايف، خايف يدي ما تطاوعني وأقضى عليهم كلهم. لا لا الحسين، نحن في اتفاقنا نسوق دكين ونديه الفريق حسابه يتم هناك. الله يا رجال، الله يعد الطريق. ده البيت ندخل ناكل لنا لقمه كده، نفك الريق ونشيل لنا زواده ونمشي. انا كده جناوي ده ما كتير والله كتير. لا ما كتير، انت اولاد بلد ونحن ناس اولاد بلد، وقالوا عيب الزاد ولا عيب سيدو. شكرا لك، الله يبارك فيك. تفضلوا تفضلوا.
ايوه يا ابو دليك، يا ابو دليك، ايوه يا ابو دليك، معاك معاك يا ابو دليك، ايوه يا ابو دليك. منو في يا ابو دليك؟ اهلا يا عبد الرحيم. ايوه عرفتني، ايوه بجاويش حميده. كيف احوالك؟ ها ازيك؟ وسطتكم البرغيه؟ ها ايوه مسجونين حيصلوكم، ها ان شاء الله. ايوه اسمع يا عبد الرحيم، انت زولك ده مالو معانا يا اخي، ها وصيته للسمن المره اللي فاتت ما جابه، عليك الله خليه يديها جابي، ها واللي جايلون، واللي عمك حميده قال لك جايلون. هاي ها انتم ساكت يا زول، اسكت خليه ساكت، دي قصه طويله، ها قصه طويله. شوف بقى، قلت للمامور اتابع منها جنابك، سكت القوه ونزلت البحر، دول مواطنين وتلموا وعملوا هلوله، قالوا انتم ساعه الزمن في بطان وفي بهايم، سكت القوه ونزلتها، وقفت العساكر بعيد، دخلت في الفلوكه الله ورقبتي، اقدم بيه واحده ونشم للثانيه، وقفت تمساع قدامه عشاري شماله، ده شيء اكبر من العشاري، ده عشاري عشاري مرتين، وقفت قدامه وقفت عليه عيني، ركبتي فوق الفلوكه وقراعي الثاني فوق المويه، وتا خديته ليك، ايه خليته تفرتك حته حته. عمك حبيبه ايه كتر خيرك، ايه عليك الله ما تنسى، حجاب يجي معاك جايلون، ها يقول له يعني اللي بيجاويش ما بقصروا معاك. ايه سامع ابو دليل الو لا. تفضل جاي. انا رجاله. بسم الله تفضل. معليش بسم الله بسم الله. حجابي يا حجابي. أيوة حاجة. بيتين نغمة الحنين الجمال نعم.
تندم هالكيان سيبوا الثاني والدول بكان وهي السلام حقيقة وفيه للبحر بدان صوتك يكون عالي تجي في الدارة تتبشر بدان نغم الحنين تقال نعزف له أحلى وتر تكين لمتان 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 تكين لمت